الشؤون الاقتصادية والمالية وأعضائها الموقرين والمحترمين، السيدات الفاضلات والسادة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة الموقر، السيدات والسادة إطارات الدولة، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مطلع ردي عن تساؤلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الفضلائيات والأفاضل في إطار دراسة ومناقشة نص قانون المالية لسنة 22، لا يسعني إلا أن أنوه بوجاهة ونوعية التدخلات التي استمعنا إليها طيلة فترة نقاش هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأساسية التي تعنينا جميعا كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وكمواطنين بالدرجة الأولى. وأملنا السيد الرئيس، السيدات والسادة الأفاضل في ذلك أن ينخرط الجميع ضمن مسعى وطني جاد ودائم ومتواصل للنهوض بوطننا العزيز المفدى ورفع التحديات التي تواجه راهن أمتنا ومستقبلها. عاشت الجزائر عزيزة كريمة أبية. المجد والخلود شهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الوزير الاول للامن والسلمية، انا قلت بانه فيه محاسن وابدي منه بعض التحفظات. محاسن هو انه دائما يتطرق القانون كما عهدنا ذلك للجانب الاجتماعي وفي القدره الشرائيه للمواطن، ولكن من جهه اخرى هناك تحفظات. حقيقة اولا ما اود ان اقوله عن القانون المالي سنه 2022، هو لابد اننا نقارن سنه القانون المالي ل 2020 وقانون المالي ل 2021، نجد ان سنة 2021 كان فيها تقدم ملحوظ في الاقتصاد الجزائري، خاصة إذا قارنا القطاعات، خاصة المحروقات وبعض القطاعات، أن نوجد هناك إنعاش اقتصادي، حتى أن الناتج المحلي الجزائري مقارنة ب 2020 و 2021 كاين تحسن، حتى أن الميزان التجاري الجزائري في جوان 2021 كان ناقص 900 تقريبا 62 مليون دولار، قبلها كان ناقص 4 مليار، إذا هناك تحسن في الميزان التجاري.